نحن اليوم في الحقيقة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يعني هي تضع في الحقيقة بنية وأسس تؤكد عليها في جميع البيانات، وخاصة في هذا البيان على أن العمل الأول ويعني الهم الأول يجب أن يكون للتحالف ولداعميه لداعمي اليمن، أن يكون يعني الوقوف ضد الخطر المحدق باليمن وبالمنطقة، وهو التهديدات الإرهابية الإيرانية الحوثية. واليوم الأطراف اليمنية في تقديري هي تخطو خطوة مهمة، خطوة إلى الحوار، خطوة إلى السلام، خطوة إلى التأسيس لعمل سياسي، يعني إلغاء فكرة السلاح وإلغاء فكرة يعني رفع السلاح بين الأشقاء اليمنيين وأراقة الدماء، لأنه ليس في مصلحة أحد، لا في مصلحة التحالف ولا في مصلحة الشرعية ولا في مصلحة الأطراف اليمنية السياسية الأخرى سواء كان جنوبي أو غيره يعني من الأطراف السياسية اليمنية. فإذا نحن أمام تهدئة، هذه التهدئة تسير بخطوات وناجحة. سؤالك مهم هو ما المتوقع؟ المتوقع في تقديري أن تخرج الأصوات اليمنية في الحقيقة والتي أعطت انطباع بأنها يعني لا تقدم على الحوار بطريقة ربما مرنة، إلى أنها تتحاور بطريقة مرنة وتحقق مكاسب، وأنها تتجاوز يعني أخطاء الماضي أو هفوات الماضي وتوترات الماضي إلى العمل الحقيقي المشترك الواحد الذي يحفظ سلامة اليمن ووحدة اليمنيين ويساعد التحالف في القيام بدوره وبأطرافه المملكة العربية السعودية والإمارات في إنجاز مهمة استعادة الشرعية ودحر التغول الحوثي الإيراني الإرهابي الذي يهدد المنطقة بأسرها. نعم، أرجوك دكتور سالم اليامي ابقى معنا لننتقل إلى ضيفنا من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف. إذا دكتور، يعني قراءتكم في البداية لهذا الإعلان الأولي، وأيضا عندما تقول السعودية والإمارات بأنهما ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة الحوار في جدة، كيف تقرؤون هذا الموقف؟ أولا مساء الخير لك وللزميل سامي اليامي ولمشاهدي سكاي نيوز عربية. أنا في تقديري أن هناك رسائل عدة من هذا البيان السعودي الإماراتي المشترك، وهو رد بليغ على من كان يزايد أو يتمنى اختراق التحالف السعودي الإماراتي من بوابة اليمن، وقد فشل كثيرا، المحاولات كلها سقطت أمام صمود هذا التحالف لتحقيق الهدف الأسمى وهو عودة الشرعية اليمنية. اليوم هذا التحالف أيضا هو يحمل رسالة مودة وأخوة لجمع الأشقاء والفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار للوصول إلى نقطة اجتماع لا تفرق. هذه الرعاية السعودية والإماراتية تتبنى اليوم الخروج بحلول إيجابية تضمن عدم التمرد على الشرعية، وفي المقابل تضمن احتواء المجلس الانتقالي تحت راية الشرعية وتلبية الحد المعقول من مطالب الحكومة. أيضا اليمنية يجب أن تستمع إلى المجلس الانتقالي وتسمع إلى طلباتهم، هم جزء رئيس مكون من مكونات المجتمع اليمني. هذه اليوم المجتمع اليمني أو الحكومة الشرعية أو التحالف لديهم هدف رئيسي، يجب عدم إرباك التحالف والحكومة الشرعية بأية أهداف فرعية وبأية مطالبات في هذه المرحلة الخطيرة جدا. اليوم نحن عقاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف الرئيس، أي مشاغلة أو مشاغبة بهذا التحالف هو تعطيل لهذه العجلة عن مسارها وهدفها الرئيس، وهو تطهير الأرض اليمنية من الحوثي. بعد التطهير هناك متسع كبير من الوقت للأخوة اليمنيين للتحاور حول الصيغة المناسبة كيف يحكمون بلدهم وماذا يريدون، لكن أي تعطيل في هذه الفترة أنا أعتقد أنه من يسأل التعطيل في هذه المرحلة هو لا يقل عن حوثي صاعدة، لأنه فعلا يبطئ العملية ويربك التحالف ويربك الشرعية لعن تحقيق المسار الرئيسي التي تم التآلف من أجله. نعم دكتور عبدالله، يعني في وقت سابق حاولت بعض الأطراف وبعض التنظيمات الإرهابية إلى تعقيد الأزمة أكثر وتحويل الصراع من الحوثيين ومحاربتهم ودحرهم إلى نقاط أخرى، وقد حاولت التوسع وزراعة زرع الفتنة يعني في الأراضي اليمنية.
كيف يمكن النظر إلى اليمن في المرحلة المقبلة، لا سيما خلال هذه الدعوات، بعد هذه الدعوات والاجتماعات التي حصلت في جدة من أجل التهدئة ومن أجل إحياء عمليات السلام؟ الحكومة الشرعية وغيرها اليوم يجب أن ينظروا إلى أن هناك منتفعين من الحرب ومن إطالة أمد الحرب، هناك مصالح، هناك تجار، هناك من لا يروقهم أن يعود اليمن موحدا وسعيدا كما كان. اليوم اتضحت الصورة جلية، الأحداث السابقة كشفت للجميع أن هناك من لا يتمنى الخير لليمن وأهل اليمن، كما ذكرت حضرتك، من التنظيمات الإرهابية التي تحاول تبطيء عمل الحكومة أو الشرعية اليمنية، التي تحاول اختلاق الفتن، التي تحاول القفز من الخلف وإيجاد مشكلات تعيد القافلة إلى الوراء مسافات طويلة جدا. الرؤية اليوم أصبحت أكثر وضوحا، يجب اليوم العمل بمسار واحد وبرؤية واحدة، عدم الخروج عن مسار الشرعية حتى يتم تحقيق الهدف الرئيس. ومرة أخرى نؤكد أن هناك متسع كبير من الوقت لليمنيين للتحاور والتشاور، لكن لا يتم أي تحاور أو تشاور قبل إنجاز الهدف الرئيس. نعم، من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العصاف، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. إذا يعني استمعنا إلى ما قاله الدكتور عبدالله، لكن يعني ما المطلوب من الحكومة الشرعية في اليمن بحسب قراءتكم في هذه المرحلة المقبلة؟ التحالف العربي داعم للتهدئة والسلام في اليمن منذ اليوم الأول، وحصلت اجتماعات الأسبوع الماضي من أجل التأكيد أو تأكيد هذه الرسالة، لكن الحكومة الشرعية ربما مطلوب منها بعض النقاط من أجل الاستجابة وحلحلة الأمور لأجل الوصول إلى السلام. يعني التحالف والمملكة العربية السعودية بشكل خاص في البيانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي صدرت عن يعني تطورات الأزمة اليمنية والتطورات الحديثة أو التوترات التي حدثت في عدن مؤخرا، كانت تؤكد على الثوابت في القضية اليمنية، وهي أن تكون الشرعية في الأمام، ويعني ما عدا ذلك من يعني إحداثات أو تغييرات سياسية أو عسكرية على الأرض، يعني أيا كان الذي يقوم بها هذا عمل غير مقبول. والبيانات الأخيرة للمملكة العربية السعودية أكدت على أن أمن واستقرار وسلامة الشرعية واليمن هي جزء من أمن واستقرار المملكة والمنطقة. كل هذا في تقديري يحمل الشرعية على أن تكون لها في المرحلة القادمة دور مهم. هذا الدور مهم هو محاولة استيعاب جميع الأطراف وجميع الأصوات وجميع المطالبات وجميع الرؤى اليمنية المستقبلية، ولكن عن طريق العمل السياسي وعن طريق يعني محاولة المقاربة بأن يكون هناك يعني إشراك للجميع حقيقة، الكل يمنيون والكل مسؤولون عن مستقبل اليمن وعن سلامته وعن استقراره وعن وحدته في المستقبل. لذلك في تقديري وسؤالك كان ينصب على ما يتوجب على الحكومة، على الشرعية، على الشرعية أيضا إن كان هناك لبس في بعض المواقف وفي بعض يعني الأساليب التي اتخذت في السنوات الماضية عليها بيانها لماذا هذه النقاط السلبية، وإذا كانت هذه النقاط السلبية تضر بوحدة اليمنيين وبمستقبلهم وبسلامة اتحادهم، فعلى الشرعية أن تتحرك إيجابيا لتلافيها، لتكون تبقى هناك مظلة اليمن الواحد عبر الشرعية وعبر يعني أن يكون هناك احتواء لكل المكونات السياسية اليمنية على اختلاف مشاربها. يعني في ظل هذه الأزمة اليمنية، يعني لقد كانت دعوات متكررة أن الأولوية في معالجة الموضوع تعود لدحر التنظيمات الإرهابية، إن كان الحوثيين، داعش، القاعدة، ويعني كل هذه الجماعات. أيضا ما هو المتوقع في المرحلة المقبلة؟ هل يمكن أن نشهد ربما ظهور خلايا أخرى كانت نائمة؟ هل يمكن أن يكون هناك طرف قد يميل إلى دعم هذه الجماعات بطريقة أو بأخرى عبر تمويلها أو توجيه سياسة، أو ربما هذه الرسالة واضحة من التحالف العربي بأن هناك أو عملية السلام ستتحقق قريبا في اليمن؟ يعني الوضع اليمني هو وضع معقد ووضع صعب، خاصة في هذه المرحلة التي يعني هي صعبة على اليمنيين وهي صعبة أيضا على كل الأطراف التي تحاول دعم وسند اليمنيين. الشيء الآخر أن هناك توجها دوليا اليوم
يعني خاصة في بعض المراوحات الأمريكية اللي استمعنا إليها في الفترة الماضية عبر ما يعني طرح نوع من التهدئة القوية أو الملتزمة دوليا وإقليميا، والتي يعني من أهدافها يعني وضع حلول معينة للأزمة اليمنية أو فتح نوافذ جديدة لحلول سياسية في اليمن وفي المنطقة. الشرعية اليوم مستعدة حقيقة، وهي أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمد يدها للكل في الحقيقة للتعاون والخروج من هذا المأزق الصعب على الجميع، ويعني محاولة أن يكون هناك التزام بالثوابت التي يعني هي مبتغى شعبيا ومبتغى إقليميا ودوليا. هناك قرارات دولية وهناك اتفاقات وهناك يعني مخرجات للحوار وهناك يعني ظروف تضع اليمن تحت الفصل السابع، وكل هذه الأمور في الحقيقة هي أمور من تندرج من التعقيد إلى الأقل تعقيدا، ولكن كل الرؤى اليوم في الحقيقة هي مستبشرة بهذا المناخ الذي توفره يعني التفاهمات بين دول التحالف لتوفير مناخ أفضل لليمنيين للتحاور فيما بينهم، ولي يعني اختيار أو يعني الاتيان بمرحلة جديدة يعيشها اليمنيون هدفها الاستقرار والوحدة والسلام في اليمن وفي المنطقة. نعم، الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.